السلام عليكم. في ديولو دوت اي او، الموقع ده كويس جدا انك ترفع المود بتاعك وتشوف الحاله بتاعتك. ممكن تشتغل كاوربت، ممكن تقول له انا عايز اعمل لوك ثرو. لوك ثرو بيقول لك ابدا حدد الدور او الارتفاع اللي انت عايز تشتغل عليه، فبقول مثلا الارتفاع دوت تمام. هو هنا بيوريني انا المفروض ان موجود فين. طيب هاجي هنا اقول له زود لي نقطه كمان اهي تمام، هو هيبدا يربط بينهم. طب نقطه كمان، نقطه كمان، نقطه كمان. تقدر تغير اي نقطة وتقدر تغير الفيشن بتاعك لو انت عايز. نقطة كمان اهي تمام، وتقدر تقول له انا عايز اعدل. طب خلينا نشوف كده، هيبدأ يمشي كده في المسار بتاعك بحيث ان هو يبدأ يوريك الشغل بتاعك اهوت كده، كأن انت ماشي بكاميرا في قلب المكان تمام. فده بيديك ووك ثرو بصورة جميلة جدا، تقدر توريها للعميل اونلاين.